ملي جات الاعتقالات في 63 هو هرب للجزائر. كان ديك الساعه الجزائر خدات الاستقلال في 62 وفتحات الابواب ديالها للمناضلين ماشي غير المغاربه، جميع انحاء الافارقه وامريكا اللاتينيه. وكان مشى للجزائر فاش دار مهدي مركه واحد الزياره، لقى هو واحد المجموعه ديال الشباب كلهم تماك، داهم ليوغوسلافيا، هو عنده صاحبه تيتو، وعطوه منح كيقرا وش كيقرا في يوغوسلافيا، وتخرج تما اللغه ديالو. خدم مع المكتب ديال منظمه التحرير في بلغراد. تيمبارك بودرقة من الحالات ديال مجهولي المصير اللي تعاملت معها هيئه الانصاف والمصالحه. هناك حالات كثيره، ولكن نختاروا بعض الحالات، بعض القصص ديال مجهولي المصير اللي تعاملتوا معهم واللي كشفتوا على المصير ديالهم. الحاله ديال عبروق، هذا مغربي ولكن غادي يولي فلسطيني، واحد الهويه اخرى ومختفي، وخرجت ليه شهاده وفاه ومن بعد غادي يبان بانه حي. احكي لنا القصه ديالو. هذا سيدي سميتو عبروق العالمي، محمد عبروق العالمي. هذا كان من هو وعبد الفتاح الصباطة من أصغر المقاومين في الرباط، وتعتقلوا وعتقلتهم السلطات الفرنسية ديك الساعة وداوهم للسجن المركزي في سنترال في قنيطرة، وشاركوا في ذاك الهروب الكبير اللي كان فيه الفقيه البصري واحد المجموعه ديال المقاومين وداك الشيء. وكان هاد صباطه وهاد عبروق كانوا صغار ديك الساعه، وكانوا يلعبوا واحد الدور اساسي اللي كيخليهم يخرجوا. كان واحد الالماني هو اللي صاوب لهم السوارت باش يحلوا في الليل وباش يهربوا داك المسائل. ملي هربوا هذا الكلاب قبطوه في الغابه ديال معموره، ديك الساعه تلقوا عليهم سميتو الفقيه البصري. هذا تقبط بواسطه الكلاب ورجعوا ثاني للسجن. وملي خرج جا الاستقلال، يعني اصبح كينشط كيخرج شي جريده هو مهدي بن بركه، كيعجبوه الشباب، سقطبوا هو وصباطه وجبروا واحد المجموعه ديال المناضلين الشباب وكيجي خرجوا شي جريده. وملي جات الاعتقالات في 63 هو هرب للجزائر. كان ديك الساعة الجزائر خدات الاستقلال في 62 وفتحات الأبواب ديالها للمناضلين ماشي غير المغاربة، جميع انحاء الافارقة وأمريكا اللاتينية. وكان مشى للجزائر فاش دار مهدي مركة واحد الزيارة، لقى هو واحد المجموعة ديال الشباب كلهم تماك، داهم ليوغوسلافيا، هو عنده صاحبه تيتو، وعطوه منح كيقرا وش كيقرا في يوغوسلافيا، وتخرج تما هذه هي اللغة ديالو. خدم مع المكتب ديال منظمة التحرير في بلغراد. أنا تلاقيته آخر مرة فاش كنت أنا خرجت في 1976، كان جا باش يشوف الفقيه البصري، وكان جواز عنده الجواز الجزائري كيحمل اسم عيسى البغدادي، وتقاضى له هذاك الجواز خصو يتجدد، وأنا اللي جددت له هذاك. ومن بعد آخر مرة شفته أنا وآخر مرة الخبر ديالو هو و 76. العائله ديالو تقطعت عليهم الاخبار، يعني 30 عام. كان مجوج في المغرب قبل ما يمشي للجزائر. كان مجوج وعنده بنت وولد، فاطمه الزهراء وبوبكر. وهذيك بنته هي وولده هما اللي جاوا وضعوا الملف، فتحوا الملف في هيئه الانصاف والمصالحه. هو من 76 اختفى. اختفى من 76، ما بقاش يعني من السبعينات ما بقاش تاقوا الاخبار ديالو. ثم حتى حنا نيت كان صاحب الباهي وصاحب يعني الفقيه البصري، يعني كيعرف القياديين كلهم، يعني كان سميتو كان خطره كتوقع اتصالات ولا هذاك المسائل القطعات. وشكينا انه ملي وقع الهجوم على اليوغوسلافيا بداك التقسيم داك الناتو كيضربوا، قلنا ياك ما مات في ديك القصف، بوتيتر انه مات في هذاك القصف. المهم تقطعت الاخبار ديالو، وجات خواتاتو، كاين خواتاتو بجوج، مشاو سجلوا في 2000 وشي حاجه، مسجلوا شهاده باش الوفاه، استخرجوا شهاده الوفاه بالمحكمه باش انه توفى، باش القضيه الارث يفضيوها وهذوما.
بنته جات تقول لك انا ما عندناش شيء سميتو، اجتمعنا في سميتو. انت من بعد ما درت هيئه الانصاف والمصالحه جات عندكم؟ قبل لا، في هيئه الانصاف والمصالحه وضعات. انا كنهضر لك دابا 2007 2008 دابا حنا وصلنا. يعني لان لجنه المتابعه اللي صاحب الجلاله كل في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يتبع عمل الهيئه، حنا استمرينا ديك الساعه داخل المجلس كنتبعوا نصفيوا الملفات. واحد النهار انا كنت غير بالصدفه داك تماك ويعيط لي السي الريسوني، قال لي دابا هذا الملف انت راه نيت كتعرفوا شنو عائلتو، دابا غادي ناخذوا فيه القرار. قلت له ودي واش عندنا قناعه حنا انه التفه؟ ما عرفنا شيء. قلت له نديروا واحد القضيه باش نريحوا ضميرنا، غادي نكتبوا الوزارات الخارجيه ونقول لهم يشوفوا القنصليات والسفارات المغرب واش كاين شي واحد مسجل باسم عبروق العالمي ولا باسم عيسى البغدادي. عارفه سميت عيسى البغدادي؟ ايه لا انا عارفه، يعني انا عارفه. ونكتبوا المنظمه التحرير اللي كان مشتغل معاهم، وعلى ضوء المراسلات ديالهم غادي ناخذ. قل من شهر وزاره الخارجيه كتبعت لنا انه السفير السفاره المغربيه في يوغوسلافيا كتقول ان هذا السيد عيسى البغدادي موجود وكان كيشتغل في منظمه التحرير ومعروف انه مغربي، ولكن ما عمرو اتصل بنا وما كانش عنده علاقه باتصال ديالنا وهذه المسائل. وجات رساله ديال منظمه التحرير انه سي عيسى البغدادي كان عندنا مستشار وتقاعد هذه سنتين. مستشار السفاره. السفاره. وعنده باسبور دبلوماتيك فلسطيني. فلسطيني باسم عيسى البغدادي، وتقاعد وعطونا التليفون ديالو حتى هو. ايوا حاولنا نتصلوا به، يعني اتصلوا به في المجلس عن طريق التليفون المغربي، ما كيجاوب شيء. وخديت انا التليفون ديالي ديال فرنسا، عيطت له من هنا نيت، جاوبتني مرتو. قلت لها مستر عيسى، سي عيسى، دوزتو ليا، شكون انت؟ قلت له انا فلان. قال لي حصلتي على التليفون ديالي؟ قلت له المغاربه كيقولوا اللي عنده فمه ما يتلف. بقى كيسقسيني اخبار الفقيه البصري. 76 امتى غادي تتصل به؟ في 2010 ولا داكشي، ولا 2011. الفقيه البصري قلت له الله يرحمه صباطه، الله يرحمه باهي، الله يرحمه ولي عبد السلام الجبيري، قلت له مازال عايش؟ لا عايش، فلان عايش هذه المسائل. ايوا قلت انا ما نتقلقش عليه. قلت له راه غادي نمشي لفرنسا من تما غادي نتصل بك، واش ما في ازعاج؟ قال لي لا بالعكس اتصل بي. قلت خليه يهضم هذه المسائل. مشيت لفرنسا ديك الساعه واتصلت به، قلت له راه عندك بنتك وولدك وراه جا وحطوا الملف، وحنا راه درنا واحد العدالة الانتقالية وهاد المسائل بغيتي تدخل المغرب مرحبا بك وهاد المسائل وداك الشيء. قال لي واه خليني نفكر في هذا التفكير هذا سميتو. ايوا عيطت له ثاني مرة أخرى، قال لي شوف أنا 51 عام هادي باش بنيت هاد الحياة ما باغيش دار حياة أخرى. دار حياة أخرى. قال لي فكرت تعيط ما نقدرش نغيرها صافي. وقال لي رانا غادي نبدل الدار ديالي وغادي نبدل التليفون، ولكن راه نبغيك تبقى تتصل بيا، راه غادي نعطيك التليفون ديالي الجديد. وفعلا عطاني التليفون ديالي الجديد واتصل. ما خبرتو بنته وولدو بهذا انهما؟ لا مازال ما خبرناهمش، مازال ما خبرناهمش. قلنا خلينا حتى نتاكدوا بعدها وداك المسائل. المهم عاود اتصلت به قلت له دابا وداك الفلوس واش شنو غادي نديرو بهم؟ هذه ديال التعويض، ديال التعويض ديالك، واش ولادك ولا سميتو، واش ممكن تجيب لنا شي وكاله من السفاره المغربيه؟ قال لي السفاره ما نمشي ليها شي المغربيه ما نمشيش، ولكن بغيتي تعطيو داك الشيء. تعوضتو هو خرج، هو غادر المغرب؟ اي غادر لان لا ماشي باغي قال لك القمه مبحوث عليه، قال لك كنت تخبط وكان مشى. ولكن ما تحكم ما تعرض لا لا القمه قال لك علاش المنفيين؟ لا لا تعطيه لان النفي راه عاودنا المنفيين عاودناهم، والهيئه التحكيم المستقله عوضت المنفيين داخل المغرب، حتى اللي ما خرجش كان مبحوث عليه وبقى في المغرب عاودتهم. لا لا
إذا هو رفض أنه يتسلم هذا المبلغ. قال لك لا ما يمشيش يدير سميتو دير هذاك. المهم ديك الساعة خبرنا بنته وولده مشاو هما خبروا الاخرين. واحد النهار انا كنا عندنا شي اجتماع في المكتبه الوطنيه، جا شي واحد قال لي راه شي جوج عيالات شي بنيات بغاو يشوفوك. نزلت عندهم لقيتو خواتاتو جوج، الله يخليك هذاك خونا وسميتو بغينا نكلموه ونهضروا معاه وداك الماسين. قلت له ما ادينا ما عنديش ما نقدرش، هو اللي كيتصل بيا حتى نتصل به انا بغيتش نعطيهم حتى ناخذ الموافقه ديالو. المهم عيطت له قلت له راه اتصلت بيا اختك الفلانه واختك الفلانه وهذاك الشيء وبغاو يتصلوا بك، انا ما عطيتهمش التليفون. قال لي حسنا فعلت، رغم ان هذيك الكبيره فيهم راه بحال امي هي اللي ربتني وهاد المسائل. ايوا قلت له علاش ما ديرش شي مجهود شي تشوفهم وتحيي معاهم الرحيم. ايوا ما بغاش شيء ما بغاش. المهم مره اخرى قلت له عرفتي غير اتصل بهم بعدا تحيي معاهم الرحيم على الاقل قبل ما يموتوا، هاد المسائل راه بغاو يهضروا معاك. وهضر معاهم الاولى الثانيه وبعد قلنا له دير خطوه. عنده مشكل ديال خصو ما عندوش باسبور مغربي، واسمع عاوتاني تشوف بدا تكون الاراده السياسيه. طلبنا من وزاره الخارجيه يعطيوه فيزا في الباسبور الفلسطيني بسميت عيشه البغدادي لهذاك المغربي اللي سميتو عفرو. ماشي فقط عطاو الفيزا وعطاو التعليمات للسفير يمشي معاه لزاكور ولا شي حاجه هكاك، يطلع معاه للمطار يودعو باش يحزلو من بلغراد لباريس ومن باريس يجي لسميتو. واستقبلنا هنا في المطار. جا في 2013 2013 جا في 2013 وصل للمطار وجا الكثيري استقبال مزيان وعائلته وداك المسائل. استقر هنا واحد الفتره عاوتاني مشى عاوتاني جا في 2000 في عيد العرش 2016 وصحوا صاحب الجلالة بوسام لأن كان مقاوم وداك المسائل وصحوا بوسام. في أكتوبر 2016 جا كان كيحضر باش يجيب مراته وبنته لهنا. توفى مسكين هنا توفى هنا مثلا.